الدرس كان ممل قوي النهارده. عندك حق جدا، انا زهقت يعني مدرس رخم جدا. امال فين عائشه؟ هي لسه هناك اكيد قاعده عماله تسال المستر. ما هي لازم تساله، هي دي كانت فين يا مستر، هي دي جت منين يا مستر، بحسني انها هتطلع علامه ذره. علامه ذره مين يا بنتي؟ مفيش الكلام ده. يا جماعه صباح ازيك، انت لما تكبر تفتح مشروع بتاع الترمس تبقى اسمها حمديه بتاعت الترمس. تمام كده، النهارده فهمت كل حاجه؟ يا مستر الحمد لله. كانت الحصه حلوه؟ خلاص ماشي، لو مفيش واقف عليك اي حاجه بعتلي على الواتس وانا هرد عليك. خلاص ماشي، مش عايز اي حاجه؟ لا يلا باي، مع السلامه. بتاعت الترمس جت، بس ليه مش جايبه لنا ترمس؟ ليه؟ تعالي يا حمديه. اقعدي اقعدي. ايه يا بنات، انتي الدرس ومشيت بدري ليه؟ درس ايه يا بنتي؟ ده المستر عمال يشرح حاجات هبله، هو ده درس؟ سيبك سيبك. المهم سيبك من الدرس، انا مخنوقه جدا مش عايزه اروح النهارده. ماشي يا جماعه، كده كده معاكم طول اليوم، انا جعانه قوي، تعالوا نقوم ناكل. والله انا جعانه جدا، بس هناكل فين؟ بلا ناكل فين، بلا ناكل منين، انا مش قادره اتمشى، احنا نطلب دليفري وهو يجي لنا لغايه عندنا. طيب مفترض اعمل ايه؟ انا مفترض اعمل ايه؟ ما انت عارفه برده المصاريف زايده بعليا برده وعليا وعليك، فبضطر ان انا اشتغل الصبح في السنتر وبالليل اهو زي الوقت ده اروح المطعم. طب هعمل ايه؟ طب ما هي عليا برده المصاريف، عليا وعليك وعلى الكل، ما انا هعمل ايه؟ المصاريف زايده والدنيا غاليه. طيب ربنا يكرم، ربنا يكرم يا روح. خلاص بقى، خلاص بقى عشان الحق الشغل. هيا يا بنات، مين اللي هيطلب الاكل؟ كله انت يا بنات، وانا هاكل مع ماما في البيت. تلاقي ماما عامله فاصوليا ولا حاجه. يا بنات لما الاكل يجي يبقى كل واحد يديها حته. خلاص يا بنات، احنا هنطلب شاورما سوري من على المطعم اللي هو عند اول الشارع. ايه والله بدي شاورما بالتوميه. ايش هذا؟ والله بدي معها كاتشب. والله نطلب هالحين. ما تسلى يا بنات تطلبوا، وانت تقعد تقضوا ضحك كده. معلش اصل احنا دخلنا في المود. يا صباح. يا استاذ محمد، الساعة كام يا استاذ احمد؟ الساعة 1:10. طب معاك الساعة كام؟ المفروض معادي الساعة 12. طيب يعني ساعة و10 دقايق، انت بتحب يتخصم لك كتير يعني ولا ايه؟ مش فاهم. معلش بقى يا استاذ محمد، انت عارف شغل السنتر بياخد وقت والطلاب بتقعد تسأل، فأكيد بتحرج بصراحة اللي انا ما ردش عليهم، فهم دول زي خد الصغيرة وانا لسه جديد في التعليم في مهنة التدريس، فما ينفعش اقول لهم لا. خلاص بقى يا استاذ احمد، نسيب الشغل اللي بياكلنا عيش وروح نشتغل في التدريس. اللي تقبض منه كام التدريس ده يا استاذ احمد؟ 1000 2000؟ الشغلانه اللي انت بتشتغلها دي هي اللي بتاكلك عيش وهي اللي فاتحه لك بيت. روح بقى نسيب الشغل اللي بيجيب لنا فلوس ونشتغل بقى مع العيال الصغيره بقى ونعلمهم. اتفضل، مخصوم منك 3 ايام، ولو في تاخير تاني هتمشي خالص من الشغل. حاضر. يلا كل عيش. السنتر وعيال صغيره فاتحين احنا سبيل. بس يا بنات بقى خلاص، انتوا هتقعدوا تضحكوا. عايزين ايه؟ لا انا طلبت شاورما سوري. وانتي برضه صح؟ طيب ماشي. الو، لو سمحت كنت عايزه اعمل اوردر، عايزه 3 شاورما سوري وزود لي التوميه والكاتشب. احنا في نفس الشارع اللي فيه المطعم عند عماره 9. خلاص تمام تمام ماشي. بيقول قدامه ربع ساعه كده. اوف اتاخر ليه؟ مش عارف. Thank you.
هو ايه ده يا بنات؟ مستر احمد بتاع دليفري؟ ما اول ما شفت الصراحه اتصدمت، مش مصدقه انه اشتغل بتاع دليفري. يا بنت حرام بقى، مش كل شويه تقعدي تتصلي يا بنتي. يا بنتي خلاص والله انا زهقت والله زهقت. ايه اللي ليه هو اللي حصل النهارده ده يتحكي؟ اللي حصل النهارده يتحكي؟ لا انا هسيب الشغل، انا هسيب الشغل بتاع الدليفري ده، انا مش هشتغل تاني. انا هشتغل مدرس بكرامتي احلى. احكي ايه؟ ده النهارده كنت اتاخرت بسبب الدرس وكده، ورحت المطعم على طول بجري. سمعت كلام زي الزفت من المدير، واخدت الطلبيه ورحت هناك. كان اقدم الطلبيه واوصلها، لقيت ان هناك التلاميذ بتوع اللي هو بتوع الدرس في الدرس لقوا كمان ايه الطالبه بتاعتي اللي هي بتاخد عندي درس بتقول لي لو سمحت بتديني بقشيش. يا استاذ احمد ساب شغلك وقاعد ليه؟ انت مش مكفيك الخصومات اللي كل شويه بتتخصم لك ولا ايه؟ هتركز يا استاذ احمد في شغلك شويه. والله يا استاذ محمد انا قررت اقدم استقالتي. ليه؟ انا شايف نفسي في مهنه الدليفري مش هقدر اكمل فيها، انا هفضل في مهنه التدريس بتاعتي. يعني انت سايب الشغل اللي بيجيب لك فلوس وبتتنك عليه وتقول لي هشتغل في التعليم، تروح تعلم العيال الف ب وفي الاخر تاخد لك 300 400 جنيه اخر الشهر. استاذ احمد اللي انت بتتكلم فيه ده كلام مش كلام واحد عايز يفتح بيت. تعليم ايه يا استاذ احمد؟ كنا خدنا ايه احنا من التعليم؟ انا اهو خريج اعداديه عندي مطعم الناس كلها تحلم تفتحه، لكن انت بتقول لي تعليم مش تعليم؟ روح بقى علم العيال الف باء تاء، وريني استفيد ايه. اتكل على الله وانا هحسب لك الشهر كامل، مش هخصم منك حاجه، بس التعليم مش هيفيدك. اتفضل يا استاذ احمد. التعليم قال ناس يبقى معاها وظيفه تجيب لها فلوس ما تحمدش ربنا، تروح تبص في الحاجه. استغفر الله العظيم يا رب. الله، ايه يا بنات اللي جابكم؟ احنا يا مستر قعدنا ندور عليك كتير، ورحنا سالنا في المطعم اللي انت بتشتغل فيه قالوا لنا ان انت مشيت وسبت الشغل. ما هو انا سبت الشغل علشان اركز في التدريس واكون موجود معاكم اكتر وقت، عشان لو سالتوني وكده ما استعجلش معاكم في حاجه. بالعكس يا مستر، احنا فخورين بيك جدا شفناك بتكافح. معلش يا مستر، بس احنا بس اتفاجئنا انك حضرتك اللي جاي فما عرفناش نتكلم معاك. انت اصلا يا مستر القدوه لينا. لا هو مفيش حاجة يا بنات، هو بس ضغط الشغل وضغط الحياة وكده، فكنت مخنوق شوية بس، لكن بإذن الله هنرجع الشغل تاني. على فكرة يا جماعة الشغل مش عيب طالما بتجتهد وتكافح، مالكش دعوة بكلام الناس. ربنا بيعامل الناس على نياتهم واجتهادهم مش على وظيفتهم. كل لما تسعى للخير ربنا بيفتح لك أبواب الرزق كتير. مهما كان شغلك، مهما كانت وظيفتك، افتخر بيها، متخليش حد يأثر عليك أبدا. بلاش نضغط على بعض ونحمل بعض مشاكل نفسية بسبب سوء المعاملة في الشغل عشان الناس ما تكرهش شغلها. شكرا لكل الناس اللي كملت الفيديو للآخر، واستنونا الفترة الجاية في حاجات جامدة جداً.